في كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في جبيهة، احتفلت رعية الكنيسة بمنح سر المناولة الأولى والتثبيت لعدد من أطفال الرعية، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة والأب سليمان حيفاوي الكاهن المساعد وحضور جمع من المؤمنين. وفي عدة القداس تكلم سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه، مركزا سيادته على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعمة لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. القوة هي الصبر عند الشدة، الصبر عند المرض، الصبر عند الفشل ومعاودة الجهد رغم الفشل. كلنا في لحظة من اللحظات نصاب بالفشل والإحباط. موهبة القوة تقويني لأبدأ من جديد، لأتعلم من أخطائي. موهبة القوة بتعطيني الاجتهاد. هلا أنتوا بظن فترة امتحانات، الاجتهاد هو كلمة أخرى للقوة، قوة الإرادة التي تثابر. أنا بحاجة لموهبة القوة حتى أدرس. كلنا منحب ما ندرسش، نروح نلعب، مظبوط ولا لا؟ لكن الروح القدس بعطيني القوة حتى أقاوم ذاتي وأجتهد. سؤال أخير بدي أوجهه لكم، شو بتفضلوا؟ علامة 95 ولا الحكمة؟ حكمة، لأنه في ناس عنده بيجيبوا 95 ومش حكماء، لكن الحكيم إذا اجتهد بيجيب أكثر من 95 لأنه اجتهد. سليمان الحكيم ربنا سأله بدك غنى ولا حكمة؟ طبعا تجربة الغنى قوية. سليمان قال بدي حكمة، وربنا أعطاه مع الحكمة أعطاه الغنى. إخوتي وأخواتي، أريد أن أهنئ صغارنا أولا لأنه باجتهادهم مثابرتهم على الدروس وصلوا لهذه المرحلة، مرحلة المناولة الأولى ومرحلة الميرون. أريد أن أشكر الكاهن الرعية ونائبه والراهبات والمعلمات لأنهم حضروكم أجمل تحضير. بدي كمان أشكر أهليكم اللي قدموا أسماءكم وأيضا شجعوكم واليوم برافقوكم مع أشابينكم حتى تنالوا سر الميرون. مبروك للجميع، للكهنة، للراهبات، للأهل، للأشابين، وكل عام وإنتوا بخير.